جت متأخرة شوية. عادتك الباقي يا سيدي. هو ايه اللي بيحصل في البلد هنا؟ غريبة انك بتسأل، دي المعلومات كلها المفروض تيجي من عندك. استغفر الله العظيم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. معلش يا زكريا، أنا كنت مشغول يعني في موضوع في الفترة اللي فاتت دي. أنا كان هيتضرب علي النار هنا في بلدي، طلع من ظهري خاين وكان عايز يموتني. ما ده اللي خلاني أجيلك دلوقتي يا زكريا. التحريات الداخلية وصلت لمكانك هنا، وأمر الضبط والإحضار واقف على عند اللواء محسن. يعني ثواني كده ممكن تلاقي الداخلية تقتحم البلد وبتجيبك. هما طبعا فاهمين الموضوع مش سهل، إن المواجهة هنا هتكون خطر قوي، فلازم يبقى في تجهيزات كتيرة يعني. بس معلومات العبد الفقير الله، يعني عرفت ان الداخلية خلاص اتحركت وقربت توصل، عشان كده انا جايب لك عربية برا بأرقام دبلوماسية، ولازم تتحرك من هنا فورا. نادية واللي في بطنها هيجوا معايا. اللي انت عاوزه يا زكريا. انا عارف ان الشله هتبقى تقيله عليك يا عم عبد القادر، بس انت قدها وده حقك. ارجع لبيتك وبيت ابوك يا زكريا، كلنا في ظهرك، ما نسيش وقفتك معانا. انا ما عملتش حاجه، ده حق العطارين اللي في رقبتي. معتصم، حربي هيكون مكاني هنا لغاية ما تنفذوا اللي قلت عليه، وخليكوا جاهزين دايما مني على شهر عشان تتحركوا. تلاش يا ريس، كل حاجة تحصل زي ما انت عايز. طمن يا زكريا بيه. زكريا، خلص الدنيا من شر عبد الله يا زكريا. عبد الله خلاص ما بجيش ليه كبير، لو فضل عايش ما بيننا هيموتنا كلنا. ادعيله ان ربنا يرحمه من اللي حعمله فيه. التقرير ده غلط. انا ما اسمعش حضرتك، ثم انا حضرتك عارف ان ما ينفعش تبص على اي ورق من الورق ده. ورق ايه؟ بقول لك التقرير ده اتزور، ده انا هوديكم كلكم في داهيه. ما تقلقش يا زكريا، ولا حد شافك اصلا. طول ما الكل قابض والبطن مليانه، لا حد بيشوف ولا بيسمع ولا بيتكلم. الحمد لله على السلامة يا كبير العطارين. كبير كبير بوجودك يا كبير. طمنا على أمي. تعبانة قوي يا زكريا، اللي حصل الفترة اللي فاتت واضح انه كان أكتر من احتمالها، يبقى أخش أطمن عليها. زكا سيف. زكا سليم بيه. تعالى أنا عايزك في كلمتين. اتفضل يا باشا، اتفضل. زكا صالح. الحمد لله. أنا ما كنتش متخيل إن أنا في يوم من الأيام أقول لك كده. بس فعلا أنا مطمن طول ما أنت موجود في وسطينا يا كبير العطارين. أنا كبير طول ما أنت في ظهري يا صالح. أنت أثبتت إنك راجل. ما خايب
وقت الظن ابوك فيك الله يرحمه. في كلام كتير عايزين نقوله. هنتكلم. بس نرجع اللي لينا الاول. انا اخش اشوف امك. دي بس هقول لك حاجة و... طمنيني عليك يا أمي. بقيت كويسة لما شفتك. كنت خايفة أموت من غير ما أشوفك. بعد الشر ما تقوليش كده. أنت كويسة ليه تفيدة شوية دلع؟ يلا قومي يلا قومي عشان ترجعي بيتك. لو عارف انت ناوي على ايه. رحمة ابويا هدفع كل بني ادم اذى العيلة دي التمن. كفاية دم بقى، تعبت من ريحة الموت. احنا عارفين من اول ان اللعبة دي كلها دم وطول عمرنا بنتاجر فيه. انا الاوان اللي احنا كمان ندوقه. نادي قالت لي على اللي انت كنت مخبيه. مش وقت امي. على قد ما كنت زعلانه منك انك خبيت عليا، على قد ما انا فرحانه اني اخيرا هشوف ابنك. هتشوفي ابني وابن ابني، هتشيلي عيالنا كلنا. ادعيلي لان اللي جاي صعب قوي عليا يا امي. ربنا يحميك ويخليك ليا. فارس مالك في ايه؟ مفيش حاجه يا ساره، مفيش حاجه. يعني بجمع حاجه في دماغي يعني، مفيش حاجه. اتفضل جمع. بعدين انا مش عارفه ايه المكان العجيب اللي انت جايبني فيه ده. كل مرة كده تجيبني مكان ما فيهوش روح، حاسة إن أنا عايزة أنام. الراحة تاجي يا سارة، الراحة تاجي هتاجي. المرة دي بالذات كان لازم ناجي مكان هادي. عشان عايز أقول كلام هادي. أنت ما تعرفيش الأغنية بتاعت في الركن البعيد الهادي وفي نفس المكان في النادي؟ وأنا قاعدة مستنية فارس يجيب لي هدية. على فكرة أنت غريب قوي يا فارس. وبعدين مالك متشيك كده ليه؟ أنا حاسة كده زي ما تكون رايح انترفيو. فرح عشاء عمل. يعني تقدري تقولي جاي انترفيو فرح عشاء عمل. على فكره فارس انا بتكلم بجد، انت بقالك فتره كده مش على بعضك، متلخبط كده. وانت هتلخبطيني ليه؟ ما تسيبيني اقول الكلمتين اللي جاي اقولهم. اتفضل اديني سكت اهو. تتجوزيني؟ هو انت قلت ايه؟ قول تاني كده. انا قلت تتجوزيني. الجواز اللي هو على سنة الله ورسوله. تتجوزيني يا ساره؟ ايه مالك اتفاجعتي كده ليه؟ ايه قلت لك بيخ بقول لك تتجوزيني؟ انا ما اتفاجعتش ولا حاجه، بس اصل ما هو ايه ايه ايه. بص اصل انا مش عارفه دي من الجمله. سارة أنا بحبك والله العظيم بحبك، بحبك قوي كمان. وعمري ما قلت لوحدك الكلام دي، كان قلبي ميت. وبصراحة أنا مش محتاج أفكر كتير في إن أتجوز واحدة نجدت حياتي مرتين. المرة الأولانية لما خدتيني بالعربية على المستشفى، والمرة التانية لما خلتيني أشوف الدنيا بشكل تاني. سارة أنا أول مرة أحس إن الدنيا في حاجات كتير حلوة قوي. ها قلت إيه؟ صدقيني مش هتندم. أنا بحبك وشريكي وهشيلك في عينيا التنين. بص يا سارة، أنا اليومين الجايين دول عندي شغل يعني صعب قوي وواعر،
ادعي لي بس الشغل ده يخلص على خير وحاجة اتجوزك على طول. هاقولي حاجة تريحني. هو ممكن تعزمني على الغداء الأول وأنا أوعدك إني أفكر؟ يا أبوي هتفضلي زي ما أنت على طول جعانة. طب قولي طيب هتاكلي إيه؟ هتاكلي إيه؟ اطلبي سوشي. لا ما باكلش لحمة خنزير. طيب اطلبي حاجة سخنة الأول عشان أنا حاسة إن أنا توترت كده وتلكت. ليه؟ أنا عايز أقول لك يعني ما تتوتريش وأنا معاكي يعني يا سارة. طيب يدي. ما قصدتش أنا آسفة. دي غبية ولا إيه؟ أنا آسفة. أنا اتسرعت ولا